طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مستمرين أعزائي المشاهدين بهذه اللقاءات. إحنا لازلنا بمنطقة مرج الحمام، والآن موجودين في محلات ألبان وأجبان المعايطة المعروفة طبعا بشعبيتها، بنظافتها، بشعبية العالية اللي لم تأتي من فراغ، طبعا بشعبية بهذه الإنجازات. ومعي الآن الأستاذ سلمان المعايطة صاحب هذا المحل. يعطيك العافية أستاذ سلمان. الله يعافيك سيدي. أخي أبو محمد، بالبداية نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر، نتحدث عن حضرتك، عن مكان ولادتك، دراستك، بداية الحياة العملية كيف بدأت، والله يخلي لك كم لديكم الأبناء. الله يحييك. والله سيدي الحمد لله طول عمرنا يعني شغالين مكافحين الحمد لله. نعم. أنا مواليد الكرك طبعا، مواليد أدر. نعم. وطول عمري يعني في التجارة طبعا، تاجر. أنا عندي برضو شركات مطابخ، عندي محلات مطابخ في الكرك، عندي محلات في عمان هنا، شركة مطابخ ألمنيو، عندي محل ألبان وأجبان هوا. إحنا منتجات كله منتجات بلدية طبعا، منتجات شغلنا إحنا. نعم. يعني من الجميد الكركي، من السمن البلدي الأصلي، من عسل بلدي أصلي، مقدوس أول شغلة، جوز بلدي، زيت زيتون أصلي. عندي برضو الجميد السائل، شغلنا إحنا هوا، مش زي الكسيح أو كذا. مضمون. عندنا احنا يعني الان علبه الكسيح بيبيعوها 4 دنانير و ربع. انا عندي سويت جميد زي الكسيح وانظف، جميد بلدي، ليره ونص اللتر. جميل. ايوه. جميد سائل. جميد سائل وبعبوات زي ما احنا شايفين، يعني انتاجك انتاج خاص. مزبوط مزبوط. طبعا ماذا نقدم خدمات من هنا، يعني شو من استطاعت الزبون يجد هنا من خلاف الالبان والاجبان وما شابه؟ انا بهمني اول نقطه، انا يعني فتحت المحل مرج الحمام من اجل كل شيء بلدي، مش كل شيء مستورد او كل شيء كذا. نعم. اجل كل شيء بلدي، كل شيء شغلنا احنا، يعني عندي جبنه بلديه شغلنا احنا، انا مستعد انقع لك اياها بالمي اسبوع كامل ما تذوب ولا تكسر، لان انا عندي جبنه بلديه مضمونة. شغلي انا مضمون ومعروف، مش بودره او طحين زي بعض الناس. نعم. انا شغلي حليب صافي 100%. بكفل لك اياه، انا عندي شغل كله مكفول. جميل. طبعا يتوفر هنا طبعا السمن البلدي والجميد الكركي الاصلي. كيف يستطيع يعني الزبون يميز بين الجميد الكركي والجميد السوري؟ يعني الان بيعملوا شكل الجميد زي ما تحدثنا قبل قليل شبيه بالجميد الكركي، كيف بيقدر يميزه؟ الجميد الكركي على الطعم مبين وعلى ريحته مبينه، يعني الجميد بالذات يعني ما بتقدر تميزه الا تطبخه، على الطبخ مبين. الجميد الكركي معروف شو هو، اللبن السوري معروف بظل له كني وله ريحه مش صح طبعا. ايضا يوجد قسم للبهارات زي ما احنا شايفين، جميع انواع البهارات موجوده، واللوزيات، الزعتر البلدي، والزعتر البلدي هذا صناعتكم كمان؟ هذا صناعتنا، وبرضه كمان احنا يعني احنا بنجيب هذا كله اغلبه من الضفه، لانه هذا انظف زعتر عندي. نعم. انا الصنف الاول ما بشتغل الا مثلا الا بالزعتر البلدي. نعم. غير هيك شيء ثاني ما بشتغل. جميل. نتابع ايضا عندنا قسم للمخللات، هي ايضا الشركه خاصه بكم، تابعه لكم، هي انتاجكم انتم؟ انتاجنا احنا، هذا شغلنا بلدي، كل شغلنا احنا، انتاجنا احنا. شو في مخللات ممكن؟ مخلل الخيار المقطع، مخلل الخيار الكامل، والزيتون، والشطة، وزي ما احنا شايفين مجموعة كبيرة من انواع المخللات. يعني طريقة عرضها بطريقة جميلة وحسب الاوزان زي ما احنا شايفين. طبعا. يعني موضوع النظافة، موضوع العبوات، موضوع الاسعار الشعبية، اقبال الناس، يعني حقيقة لما سألنا الكل دل على المحل، دليل انه متمتع بشعبية. ايش نظيف، ايش نظيف بجيب زبون الحمد لله، لانه منتجاتنا كلها بلدية، منتجاتنا يعني زبون الان بميز، الان الزباين الان صارت كل يعرف طعم فمه، لاجل نعم. لاجل كله بميز الطعم البلدي. سيدي يعني الان بعد هالنجاحات لألبان وأجبال المعايطة منطقة مرج الحمام، بالتأكيد طموحات كبيرة، هناك رؤية مستقبلية ومحاور وافكار واهداف. رؤيتكم المستقبليه لهذا المحل، هل من نيه للتوسع او انشاء مصنع خاص بالالبان والمخللات؟ والله الحمد لله احنا عندنا مصنع صغير، يعني احنا مصنعنا مش كبير، يعني مصنع صغير بنشتغل بس منتجات يعني لنا يعني. نعم. ان شاء الله يعني الواحد بيشتغل يكبر مصنعه، يسوي يصدر لبرا، يبيع للتجار. يعني انا في عندي مثلا جبنه بلديه انا بوزع منها للتجار، بيتون للتجار كذا في عمان هنا. في عندي برضو زيت زيتون، انا يعني كل سنه بجيب حوالي 200-250 تنكه عندي زيت زيتون. طبيعي. يعني الحمد لله احنا عندنا خيرات، وعندنا في الكرك عندنا خيرات، وعندنا كل شيء موجود الحمد لله يا رب. الحمد لله دائما بالتوفيق المزيد من النجاح. نتحدث عن نعمه الامن والامان، يعني اخوي سلمان المعايطة ابو محمد، انت بتروح على الكرك وبترجع لعمان حسب طبيعه عملك وزياره الاهل، لما توقفك دوري بالليل بتطمن عليك او رجل سير او رجل امن او رجل دوريات،
في ناس بتضايق من الدوريه لما بالعكس سيدي. شو 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 تعليقك وشو بتعني لك نعمه الامن والامان؟ بالعكس سيدي، اهم شيء الامن والامان. بالعكس والله كل ما اقول لك، كل ما الاقي دوريه بقول الله يعطيك العافيه. يعني اقول لك لولا الامن ولولا الحمد لله الشرطه على الطريق ولا كذا بتوقف الكويس واللي مش كويس. صحيح، قلبه فيها، يعني قلبه فيها بتكون محافظ على حالك، وبرضه بوقفوك من اجل بعضهم بيعطوك بقول لك الله يعطيك العافيه كذا. يعني الحمد لله دائما مهمين على الشارع، ودائما الله يعطيهم العافيه، دائما كل جهودهم للخير الشرطه دائما بالذات. يعني بالتاكيد، يعني ايضا انت ك شاب ومستثمر وابن بلد اصيل واحد فرسان التغيير، جلاله الملك عبد الله اول ما يدعو الى دعم فرسان التغيير، يعني لو قدر لك، معروف عن جلاله الملك قريب من الشارع قريب من الناس، لو قدر لك التقيت جلاله الملك سيد سلمان معي ابو محمد، لو التقيت جلاله الملك في مجال الحوار دقائق، شو ممكن نحكي مع جلاله الملك؟ والله سيدي بقول الله يعطيك العافيه سيدي، وثاني شغله الله دائما يخليك دائما دوم عروسه من فوق سيدي. امين يا رب. والملك جلاله الملك الحمد لله يعني بتحمل دائما هو مع الصغير والكبير. صحيح، يعني دائما الملك ما شاء الله. اقول لك يعني قبل فتره يوم انه صار الثلج الماضي طاح يدز مع الشباب في السيارات المقطوعه. صح. اول شغله الحمد لله احنا ملكنا شاب وبفهم وما شاء الله عليه يعني. ودائما ان شاء الله دائما يكون دوم فوق روسنا والله. امين يا رب. طبعا هي اخوي ابو محمد المسؤوليه مشتركه، جلاله الملك دائما يدعو الى دعم فرسان التغيير و يقول يعني استمد العزم منكم، استذكر مقولته ارفع راسك انت اردني. مزبوط، بالتاكيد يعني همات الاردنيين دائما مرفوعه عاليه بهمه النشامه، امثالك سيد سلمان المعيطه من البان واجبال المعيطه منطقه برج الحمام. اخوي ابو محمد بنشكرك احنا على حسن الاستقبال سلامتكم يا عم. الله يعطيك والضيافه يعني هالشنينه الله يحييك. وهي دعوه لاهل برج الحمام، منطقه نعور، منطقه وادي السير، المناطق المجاوره طريق المطار، لزياره البان واجبال المعيطه، منتجات طبيعيه 100% من الكرك، ويعني الجميد الكركي تستطيع ان تجدوه في هذا المحل، والالبان والجميد السائل اللي هو صناعتكم. انا بشكرك، نحدد عنوانكم بس اذا تكرمت. مرج الحمام دوار الشوابكه. مرج الحمام دوار الشوابكه طبعا معروف العنوان، جانب صيدلي فارمسون. نعم، شكرا جزيلا السيد سلمان المعيطي. الله يعطيك العافيه. شكرا، الله يعطيك العافيه.